نبدأ جولتنا من صحيفة الوئام السعودية التي عنونت اتهام مسؤول بالاعتداء جنسيا على 18 امرأة في لجنة نوبل للأدب. نشرت صحيفة سويدية شهادات لنساء عضوات وزوجات أعضاء الأكاديمية السويدية المسؤولة عن منح جائزة نوبل للأدب عن تحرش وإيذاء جنسي لهن. وذكرت الصحيفة أن 18 امرأة أكدن لها أنهن اعتدي عليهن واغتصبن من أحد أكثر الرجال نفوذا في المشهد الثقافي في ستوكهولم. إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت علماء يبتكرون طريقة جديدة لترميم الأوعية الدموية. اكتشف العلماء طريقة جديدة وسهلة لترميم الأوعية الدموية التالفة تساعد على معالجة أمراض القلب. فقد وجد الباحثون آلية مبتكرة لتجديد الأوعية الدموية نتيجة لتفعيل بروتين مسؤول عن تنظيم السكر والشحوم في الخلية. إلى صحيفة الأيام البحرينية التي عنونت مشجع يأخذ مكان الحكم الرابع بالدور الإنجليزي. تطوع أحد الجماهير في مباراة جمعت بين فريقي نورويتش وبريستن في دور الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم للعمل كبديل للحكم الرابع بعد تعرضه لإصابة شديدة لم يستطع بعدها إكمال المباراة. وتوقفت المباراة لوقت غير قصير قبل أن يتطوع حكم محلي كان من بين المشجعين في المدرجات لحل الأزمة. مع صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت الجزائر تكرم ملحن نشيدها الوطني. أمر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإطلاق اسم المغني والملحن المصري الراحل محمد فوزي على المعهد الوطني العالي للموسيقى بالجزائر فضلا عن منحه وسام الاستحقاق الوطني، وذلك في إطار تخليد لذكرى مرور 60 عاما على تأليف نشيد قسما الذي قام الفنان محمد فوزي بتلحينه. ومع صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت صورة سيلفي تنهي حياة فتاة في العشرين من عمرها. لقيت فتاة في العشرين عاما حتفها بعدما سقطت من نافذة الدور الثاني خلال التقاطها لصورة سيلفي، حيث كانت الفتاة معروفة بحبها لالتقاط صور السيلفي خلال مختلف رحلاتها.